مع اقتراب عيد الفطر المبارك يواصل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي جهوده لتخفيف العبء عن الاسر الاولى بالرعايه حيث قامت مؤسسه راعي مصر للتنميه احد اعضاء التحالف بتوزيع ملابس العيد على الاطفال من الاسر الاكثر احتياجا وفي اطار مبادره فرح قلبي. التنسيق اللي تم عن طريق التحالف ده خلانا نسقنا العمل خلى المجتمع يشعر بالمجتمع المدني بشكل احسن خلى الفئات المستهدفه فنعرف نوصلها بشكل ممنهج اكتر بقى في قواعد بيانات مشتركه بيننا وبين بعض فبنقدر نعرف مين بياخد الخدمه منين طبعا اللي بيتعمل في التحالف هو مجهود ضخم النهارده <applause> <applause> احنا بنعمل معرض كان الطفل داخل يشتري فيختار اللي هو عايزه بالالوان اللي هو عايزها، كل طفل عندنا هياخد الطقم كاملا خارجي وداخلي، اذا كان هياخد لبس تشيرت او آآ آآ بلوزه آآ للبنات، بنطلون، شراب، شوز هياخد لعبه هياخد حاجه حلوه، هياخد طقم داخلي فبيكون واخد اللبس الطقم كله جاي عيد النهارده. اعضاء التحالف قاموا بتوزيع الملابس والمساعدات على الاسر الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا بعد فحص احتياجاتها من خلال المتطوعين وذلك تحقيقا لمبادئ العداله والشفافيه احنا طول الوقت في تعاون مستمر قائم ما بين مؤسسه راعي مصر وما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي لان مؤسسه راعي مصر هي واحده من ضمن مؤسسات التحالف الوطني او تحت مظله التحالف الوطني آه تقريبا في كل المناسبات احنا بيكون في تعاون ما بيننا وما بين التحالف الوطني لان هو كمظله خاصه بمؤسسات المجتمع المدني بتهتم اوي هي كمان بتوصيل الخدمه بالشكل المناسب وبالطريقه المناسبه لاكبر عدد ممكن من المستفيدين في انحاء الجمهوريه الناس ابتدت تعرفنا وابتدوا يتواصلوا معانا مباشر عن طريق الخط بتاعنا الطبيعي في اتصالات عن طريق البيج بتاع المؤسسه في اتصالات عن طريق جهات مختلفه زي مسجد كنيسه بيتواصلوا معانا في التحالف في جهات كتير جدا بتتواصل معانا احنا بنيجي بنظبط الحاجات وبعد كده بنرصها وبعد كده بنستنى الاطفال لما بيجوا وبنفضل نوريهم اللبس وكده هم بيختاروا حاسه ما بيختاروا بياخدوا الحاجه وبيلعبوا بنديهم حاجه حلوه وبعد كده بيمشوا. حاجه حلوه حاجه كويسه يعني احنا ما جبناش لبس لقينا اللبس جانا لحد عندنا متشكرين ليكم. عمل مستمر لاعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وذلك في اطار حرصها على مواصله مسيرتها الخيريه على قدم وساق لخدمه الاسر الاكثر احتياجا بجميع انحاء الجمهوريه.